ببركتي سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، وبمناسبة عيد الميلاد المجيد يقدم المسرح الكاثوليكي عمله السابع بعنوان رحلة، وذلك على مسرح شمس بعمان الكونكورد سابقاً، بحيث يكون الافتتاح بتاريخ 13 من الشهر القادم الساعة 7 مساءً، ويعاد العرض يومي 14 و15 الساعة 6 مساءً. المسرحية من تأليف وإخراج ركان مسيح وإشراف عام خلدون هلسة وإشراف ديني الشماس ينال عوابد. فنون المسرح الكاثوليكي بمسرحية رحلة.